ميرسي قوي انك وصلتني، كنت هدوخ على تاكسي. انا دايما تحت امرك. تصبح على خير. يا خبر ابيض. شوفي انا كنت حنسى. خير في ايه؟ تصوري اصل في حاجات كتير في القضيه لازم اسالك فيها، وكنت لازم دلوقتي. يا ريت علشان الحق اكتب مذكره واخرب لك بيته. اتفضل اسال. في العربيه هنا مش هناخد راحتنا. ايه رايك ما تيجي نتعشى في حته وندردش؟ والله عندك حق، انت ست متجوزه وعلى وش طلاق، وما صحش تباني مع راجل غريب في ظروف زي دي. طب ايه رايك لو تتفضل عندي؟ هندخل جوه يعني؟ مش احسن؟ هو في احسن من كده يا الهام هانم؟ هنكسب القضيه باذن الله، وهخرب لك بيته وبيت اللي شدد له كمان. ده لما سعود الشرنوبي على سنه ورمح. اهلا. ذوق الفيلا هاي. ميرسي. اي نعم. تحب تتعشى ايه؟ انا متهيألي اي حاجه، ما احنا بينا واحد بقى. عندي فراخ ولحمه بفتيك وحمام. في الظروف السعيده دي متهيألي يبقى حمام بقى احسن. اذا كان حمام يبقى ساعدني في المطبخ. انا اساعدك في المطبخ، في الحمام، في اوضه النوم، في اوضه الصالون. بركاتك يا هوبنز. الو النادي؟ لو سمحت الاستاذ محمود فهد. ايوه بتاع البوكس. الو استاذ محمود، لو سمحت، لو عايز تشوف منظر يعجبك قوي روح بيتك وشوف مراتك بتعمل ايه. ايوه دلوقتي. باي باي. كويس على فكرة انك انت خليتيني اقلع هدومي. عشان تقشر وانت مستريح. صعب قوي حكاية تقشير البصل دي. مش انت اللي قلت احب الحمام ولا هترجع تحمرق؟ انا احمرق؟ انا علشان عيونك مستعد اقشر محصول البصل بتاع مصر كله. ده صوت ايه ده؟ مين بقى؟ ايه ده الهام؟ مرات الشريفة العفيفة تتعنف كرامتي وشرفي وتخني مع كلب زي ده؟ غريبة انك تعلم من شيء انت نفسك عملته وضميرك كان مستريحلي. انا راجل وانت ست. طبعا انت راجل، انت سيد رجال ورجال قليلون. اخرس يا كلب. الراجل وست في حاجه زي دي. الاثنين بشر ليهم شعور وليهم قلب وليهم حقوق على بعض، ابسطها الاخلاص والوفاء، وده اللي انا اديتهولك، وهو نفسه اللي انت ما قدرتش تديهولي. في دي بقى عندك حق. اخرس يا كلب. وافرضي يا الهام، افرضي ان الشيطان غواني وضعفت، تقومي انت تعملي كده ليه؟ 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 ما صلوا على النبي كده وما فيش داعي يعني. وبعدين بدل المساله ما توصل لمحاكم وشحططه، اهو برضه يعني تتكلموا مع بعض وربنا يوفق ويدي بالمعروف. قلنا لك اخلص يا كلب. كلمني انا. بتدافع عنه يا الهام؟ المفروض انت اللي تدافع عنه لانه من نوعك. هو كمان خاين بطبعه، وصلني البيت وهو عايز يرتكب جريمه في حقي وحقك وحق نفسه وحق مراته. يا ست هانم، ده الراجل شراني خلقه، وانت كل ما تهدى اشعل ليها تاني. مش عايز اسمع صوتك. هدى. قدامي قدامي يا اخويا، قدامي. حاضر. ما تزرجنش. يا مدام، ممكن اعرف بقى خيال المآتة كان بيعمل ايه هنا وبالمنظر ده؟ لا شوف، بلاش خيال المآتة دي، احنا جدعان قوي وما يغركش. انا كنت جون المدرسة. انت هتضرب؟ ايوه. استنى يلا. انا لازم ارتكب جريمه دلوقتي حالا. مفيش داعي، هي ليلى اللي كلمتك في تليفون. انت؟ ايوه، حبيت اوريك ان الخيانه مفيش اسهل منها على الست اما تفكر تبيع ضميرها وشرفها. حبيت اسيك من نفس الكاس اللي سقيتني منه بعد السنين دي كلها. يعني انا كنت كوبري المنشاه بقى. تحاشر نفسك ليه؟ لا ابدا مفيش حاجه. وديني لاكون مقطعك حتت. انا احيي فيك روح الشجاعه والاخضاع. نعم. ده انت املنا في كاس افريقيا. نعم. وتصفيات كاس العالم كلها.
بره. طب اخد الشيكات بره. البنطلون طيب بره. طب اخد الجزمه بره. حاضر حاضر انا طالع بره. ايوه ايوه انتوا فاكريننا نايمين ورا الباب. هي الدنيا حر بره؟ حر. مصيبه يا عزت مصيبه. ايه خير حصل ايه؟ هقول لك. هي مراتك جوه؟ جوه كبسه على نفسي مش لاقي حاجه اخرج بيها. مش انا خص الله يكسفك طول عمرك كده فضحنا في وسط العيله. مش انت اللي عملت تقول لنا هوبنز والزفت بتاعك ده؟ هوبنز ايه يا اخي؟ في ايه يا عزت؟ ناوليني جاكيته وبنطلون من بتوعي يا واد. خد خد البس يا استاذ. اوعى تكون لبستهم قبل كده. في ايه يا عزه؟ ما تقول لي بقى مسعود ماله عامل في نفسه ليه؟ مصيبه. ايه هي المصيبه؟ مصيبه نبقى قاعدين في حالنا والمصايب تجينا لحد عندنا. ايه بس اللي حصل؟ قال يا قاعدين يكفيكوا شر الجايين. ما تقول لي بس يا عزه ايه اللي حصل؟ مسعود يا ستي ماله؟ طلعوا عليه حراميه العهد وسابوه زي ما انت شايفه كده. وانت بتلبس ورايح على فين في وقت زي ده؟ رايح مع الاسم. الله نعمل له محضر. علشان بدله اتسرقت يا عزه تعمله محضر؟ اسود. بدله تتسرق من عيله الشرنوبي. دي وصمه عار لا يمحوها الا الدم. يا ساتر يا رب. ده انا مره جدي اتسرقت عمته الله يرحمه وجزمته راح فيها 17 قتيل و12 جريح وفي 25 اسرى. كل ده عشان عمه؟ شوفي بقى بدله يحصل ايه. طب يا حبيبي روح ربنا معاك. انا مش هتاخر يا روحي. براحتك. هتوحشيني. وانت اكتر. اتفضل يا متر. يا فاضح عيله الشرنوبي. لذيذ قوي الحمام. تسلم ايديك يا حبيبتي. بالهنا والشفا يا حياتي. مساء الخير يا اكسلانس. افندم. سيادتك متهم انت والمدام باستدراج هذا الشخص الساذج الى منزلكم والاستيلاء على ملابسه. مين حضرتك؟ ودلوقتي بدل الفضايح والجرس ادونا العاده، ادونا هدومنا وكل واحد يروح لحاله. والجزمه والشراب. والجزمه والشراب. اتفضلوا. انت لبستهم؟ كده احنا حبايب. مع السلامه يا اخويا. بقول لك ايه؟ حلال عليك الحمام يا عم. بالسم الهاري. اصل المغفل قال انه عشر لكم البصل. مع السلامة يا اخويا. يا عم بلا هوبنز بلا نيلة، كنا هنروح في ابو نكلة. انت اللي منحوس، بدليل انك من عشر دقايق كنت قاعد عريان وبلبوص. في الوقت اللي فيه ممدوح دلوقتي قاعد بياكل حب، بيشرب حب. هايس في الحب، طول النهار قاعد بيزلط حب. معاك حق. انا حظي منيل. ايوه بس مش عشان خدت بومبا قمت قاطع الستات كلهم اللي هم اروع هديه سماويه اتقدمت لاول راجل في التاريخ. يا ابن الهديه السماويه اللي بتقول عليها دي هي اللي خلات نجري في الشارع من غير هدوم. انا معاك انك ايدهن عظيم لكن حلاوتهن اعظم. تمشي من هنا ليه؟ رايح اسهر سهره اجدد بيها نشاطي. ومراتك اللي مستنياك في البيت؟ مراتي مين يا عم؟ ده انا بسبب حكايتك دي ضمنت حريتي 3 4 اشهر لقدام. النهارده في القسم مع ابن عمي، بكره في النيابه مع ابن عمي، بعده في السجن مع ابن عمي، وانا وابن عمي على ابن عمي. يعني ناوي تفضحني في العيله؟ لا يا راجل اعوذ بالله. طمن انت اتفضحت خلاص. ثانيه مراتي ما بيتبلش في بقها فوله. ونصوت عشانك والاخر تعب ودخل ونام وانا قاعده استناك. طلبتهم واستوقفتوا ليه؟ ثانيه مرات عزت قالت لي على حاجات غريبه في التليفون. غريبه ليه؟ وما فيش حد استرق قبل مني؟ في بس مش بالصوره اللي حكيت لي عليها ثانيه. لا حصل بقى بالصوره اللي حكيت لك عليها ثانيه. ثم انا راجل بحب التبديل.
ولما اتسرق لازم اتسرق بطريقه جديده. ولازم بقى تعرفي ان مفيش حد من عيله الشنوبي يضحك عليه. البدله هي جت تاني. صحيح، انت لابس بدلتك مش بدله عزت زي ما قالت لي سناي. حكايه مش فوضى يا هانم، لازم تعرف ان احنا ناس صحيين قوي وجدعان قوي. لا نخاف من بنيات ولا من سواطير ولا من دياوله. طب تعالى بقى اتعشى، عامله لك حمام محشي انما يجنن. مش عايز اسمع سيره الحمام، ومن هنا ورايح مفيش حمام يخش البيت، لا محمر ولا مشوي ولا بريش. طب ما تزعلش بقى وتتنرفز، تعالى اقلع واستريح. مش هقلع، هنام بهدوم وتنامي في حالك وانا انام في حالي. انا تعبان وعندي محكمه بكره. عارفه، واذا سهرت مش هتعرف القاضي من وكيل النيابه. لا المره دي بقى مش هعرف القاضي من المتهم. من فضلك في حجز باسم الدكتور ممدوح الشرنوبي. ايوه يا كريم اتفضل. شكرا. عشان تصدقي. صح. طمنيني، قلت لجوزك زي ما قلت لك؟ بالحرف. وما شكش في حاجه؟ معقوله هيشك فيا؟ يعني وافق على طول؟ على طول. اما مغفل بشكل. سرحان في ايه يا حبيبي؟ لا ابدا، بس صعبان عليا اني عذبتك معايا وجبتك لحد هنا، بس ظروفي كده غصب عني. أنا تحت أمرك في أي مكان تقول عليه، المهم نكون سوا. عليه العوض في الأخلاق والضمير، نايمة وبراءة الأطفال في عينيها، ولا كأن حاجة حصلت، ولا هممها نفسها، ولا المغفل جوزها اللي نايم على ودانه وعينيه. بس مش جايز ليها ظروف وتعبانة في حياتها زيي؟ إنما ظروف إيه بس دي؟ لا لا لا، دي باين عليها متودكة وقلبها جامد. ممدوح. نعم. تعالى جنبي. لازم أجي طبعا، امال انا مسافر لندن ليه؟ ممدوح. الحمد لله على السلامة، الحمد لله على السلامة. منى حبيبتي وحشتيني. وانت كمان، بس معقولة ترجع بسرعة كده؟ ايه كنت عايزين اتأخر؟ لا بس متهيألي البنات الحلوين اللي هناك هينسوك اللي زيي.
حبيبتي الدنيا كلها ما فيهاش غيرك. طول ما انا مسافر وبلف في شوارع لندن ما شفتش عينين زي عينيك، ولا ايدين في رقه ايدي، ولا جمال زي جمالي. ايه الكلام الحلو ده؟ انت لازم تسافر لندن كتير. امال هتقولي ايه بقى اما اسافر باريس واجي؟ هي فيها باريس؟ جايز. حاكم ده حسب المؤتمرات. شفتي جبتلك ايه من لندن؟ شوفي يا حبيبتي. الله، ذوقك يجنن. ولقيت وقت تشتري لي كل ده؟ وانا ليا مين غيرك اشتري له يا حبيبتي؟ يا حبيبي. ايه؟ مفيش ريحه كده ولا كده ولا كده؟ ها؟ حاجه غريبه، وانا زوج مخلص وصادق اعيش في عكننه، ولما ابقى كذاب ومخادع اعيش في هدوء وراحه بال، واقضي اول ليله من غير البرنامج. يا ترى اللي بعمله ده صح ولا غلط؟ ويا ترى هقدر استمر على كده من غير ما انكشف؟ حقا لو انكشفت هتبقى مصيبه. انا عارف ليه بس الغيره في طبعك. يا سلام لو تصدق اني مخلص ليكي وبحبك. مخلص ايه بقى؟ ما الحكايه اتنيلت من اول امبارح واللي كان كان. سونيا؟ مفاجاه مش كده؟ احنا مش اتفقنا ان احنا نراعي ظروفنا اليومين دول؟ قصدك مراتك وجوزي؟ وهم دول شويه؟ من النهارده تقدر تعتبرني مش متجوزه. ليه؟ اتطلقتي؟ لا، جوزي تعيش انت. وعملها امتى ده؟ من 6 سنين يا حبيبي. ست سنين؟ امال ازاي قلت لي انك متجوزه وانك اخدتي اذنه قبل ما تسافري معايا؟ انا ما كدبتش عليك، انا فعلا رحت زرته في قبره وقلت له عن اذنك يا حبيبي انا مسافره عشان ماما عيانه. قبره؟ ايوه. تعرف دي اول مره اكذب عليه، وانت السبب، حبك هو اللي خلاني اعمل كده. مالك؟ مالك يا حبيبي؟ في ايه؟ رد عليا. مالك؟ لا اصلها مفاجأة من نوع اللي يجنن. انا كمان كنت متأكدة انك هتبقى سعيد. سعيد وبس. يا حبيبي، ومن النهاردة تقدر تجيني في اي وقت. حرية بقى. طيب هستناك النهاردة. لا النهاردة لا. حرام عليك، انا دلوقتي اصبحت وحيدة ومسؤولة منك، ازاي اقدر يوم واحد ما اشوفكش؟ ارجوك. باي باي يا حبيبي. على فكرة في واحدة حلوة قاعدة بره، تكشف عليها بسرعة من غير كده ولا كده. نعم. ولا أقولك أحسن تزحلها على دكتور تاني يا حبيبي. سلام قول من رب رحيم. كلام إيه ده يا ممدوح؟ شفت خبتي يا عزك؟ شفت. شفت مصيبتي؟ شفت. شفت نحسي؟ ما تعملش في نفسك كده يا ممدوح. الله، تتعب روحك كده. طلعت مش متجوزه، ولانها وحيده بقيت انا المسؤول عنها ولازم اشوفها كل يوم. ومش كده وبس، في ايه تاني؟ طلعت بتغير عليا اكتر من منى. حقيقه انت واخوك نحسك ذكر. انا خايف يا عزت. خليك راجل زي ابن عمك، عايزك تكمل المشوار للاخر، بس عايزك تزود الشطه والفلفل حبتين اليومين دول كده مع مراتك. ها؟ يعني عايز كلام الحب والغزل يبقى ملهي. السلام عليكم. اهلا. شفت اللي حصل اخوك ممدوح يا اخويا؟ ايه؟ مش قال عنه هدومي وفضلت واقف بالبتاع والبتاع ورافع ايدي لفوق والراجل ماسك سطور وحالف ليعملنا كفته. الله يخرب بيته. السلام عليكم. السلام عليكم. اقول لك كنت قالع هدومي واقف البتاع والبتاع يقول لي سلام عليكم. معلش اعذره. هو اليومين دول في مرحله انعدام الوزن. ليه؟ شارب حاجه؟ شارب حب، شارب سعاده، شارب هنا. يوم يفترع الواحد معلش هيجي له يوم ويزن زنقتي ويقلع هدومه يبقى بالبتاع والبتاع برضه. اهلا يا روحي. اهلا.